رجعنا تاني بعد الفاصل. ان شاء الله بكره نهائي كاس رابطه الانديه المصريه للمره الثانيه بعد المره الاولى وفوز فيها نادي فيوتشر بالنسخه الاولى. بكره 8:30 مباراه هامه جدا ما بين النادي المصري البورسعيدي ونادي سيراميكا كليوباترا على ملعب استاد برج العرب. ولو جينا اتكلمنا على ملعب استاد برج العرب ده يعني احد طبعا يعني استادات المؤسسه العسكريه المحترمه، كان طول وقته ايام الازمات هو المكان المفتوح لكل الأندية سواء كان أهلي ونادي مصر بورسعيدي بيلعب عليه من سنين طويلة، وأيضا مباراة المنتخب الوطني المصري بمختلف بقى الأولمبي والمنتخب الأول. وكان فيه من خلال سبرج العرب صعودنا إلى روسيا 2018 قدام الكونغو في مباراة مهمة جدا. دايما المسؤولين في برج العرب بأمانة بكل أمانة على أعلى مستوى، طبعا ست اللواء صبر الزرقاء ومجموعة عمل استاد برج العرب الموجودين في كل زمان ومكان، والناس دي بصراحة بأمانة. يعني أنا كنت موجود آخر مرة كان عندنا مباراة فيوتشر والمصري، ثم بعد كده برضو فيوتشر والمصري في الدوري. ناس ما بتأخروش عن أي حد موجود وبيلبوا كل طلبات كل الناس الموجودين سواء دخول جماهير سواء أندية سواء ملعب تدريبية. بصراحة يعني بشكر كل الشكر مرة أخرى سيادة اللواء صبري الزرقاء ومجموعة العمل، ونشكر طبعا المؤسسة العسكرية اللي موجودة في كل وقت وفي كل زمان ومكان، لأن بكرة إن شاء الله على ملعب استاد برج العرب هتبقى أول بطولة يعني في نسخة رابطة الأندية على الملعب ده تحديدا، وإن شاء الله يكتب فيها الخير للمجتهد في هذه المباراة.